لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. ونتحول إلى إقليم تيزنيت معنا لالة حنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور قريبان. حياك الله بنتي، مرحبا. الله يبارك فيك، الله يجزيك بخير دكتور قريبان. بغيت نقول لك الأم ديالي هي مستمعة وفية جدا لك، وكل مساء ديما كتوقف عندنا الحياة باش تخدم الراديو تصنت لك، وتا نهار الجمعة الصباح هي مستمعة وفية جدا وديما كتصنت لك. غير هي عندها مشاكل صحية مؤخرا، أثر لها مرض السكري على ويناتها وكتعالج حاليا، فكنطلب منك الدعاء معها وتوجه شي كلمة. راه حاليا كتصنت لك. لا إله إلا الله. جهة أخرى، فقدنا الأب ديالنا هادي تقريبا، الأب ديالي شهر هذا باش فقدناه. الله يرحمه يا رب. ادعي لنا معه بالرحمة يا ربي يا ربي. ويا دكتور الله يجازيك بخير، عندي شي ظروف شي مشاكل، وبغيت نستشر معك بمثابة الأب ديالي. بغيت نستشر معك إلا كان ممكن الدكتور. الله يحفظك بنتي. نستشر معك في الخاص. واخا بنتي بإذن الله. أنا محتاجة الاستشارة ديالك. واخا بنتي نحاول ناخذ الرقم ديالك. أنا متزوجة وعندي شي ظروف دكتور، ما نقدرش نهضر معك هنا، إلا كان نعم. ممكن نهضر معك في الخاصة دكتور. الله يجزيك بخير إن شاء الله بنتي. الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك، الله يفرج عليك. نحاول ناخذ الرقم الهاتفي ديالك، جزاك الله ألف خير. الله يرحم الوالد، الله يوسع لي الرحمات، وهنيئا له. مات يوم الجمعة، وكل من مات يوم الجمعة لا يسأل في القبر. هذه كرامة أعطاها الله تعالى لكل من أكرمه وقبض روحه ودفن يوم الجمعة. ربنا ما يسأل في القبر، لأن معلوم أن كل واحد عنده يتلقى ضمة القبر وسؤال القبر. كاين جوج العذابات في القبر، كتسمى الضمة والغمة ديال القبر. ملي كيدخل الإنسان كيدخل كيلقى الغمة، ثم يسأل وكتجيه الغمة. والسؤال أن ربي كيبعث ليه الملكان. إذا كان إنسان كافر أو ملحد والعياذ بالله، كيبعث ليه الله تعالى نكير ومنكر في قبره مخيفان. وإذا كان مؤمنا موحدا، كيبعث ليه الله تعالى بشير ومبشر مشرقان. غير كيشوفهم كيفرح وكيسولوه، من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الذي بعث فيكم؟ ثلاث أسئلة في القبر. القصة وما فيها كل ما يتعلق بالحساب وبالبعث وبالنشور وبالسؤال. القصة وما فيها رعدنا غير ثلاث أسئلة في القبر وأربعة أسئلة في المحشر، صافي. يعني لا تحتاج إلى دراسات وإلى أبحاث وإلى تعميق البحث في القضايا. ببساطة ثلاث أسئلة في القبر وأربعة أسئلة في المحشر. في القبر ثلاث هي: من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الذي بعث فيكم؟ يعني كتسمى المرجعية الفكرية بالمصطلح المعاصر. واش كتآمن بوجود الله أم لا؟ من هو ربك؟ ربي وربك الله، لا إله إلا هو. ما دينك؟ هل عندك دين؟ هل عندك معتقد؟ أم أنك تعيش هكذا تقول النزعة الأدرية؟ جئت لست أدري من أين، ولكن أبصرت طريقا قدامي فمشيت لست أدري. فهذا يقول دينك ديني الإسلام، أعتنق به، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الذي بعث فيكم؟ من هو قدوتك؟ من هو أسوتك؟ لابد أن يكون لك قدوة وأسوة. من هو؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أحب إليك من أمك وأبيك وأبنائك. لماذا؟ كيف أن محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من أمك وأبيك ومن أولادك وحتى من نفسك؟ لأنه جاء بدين لينقذك من النار. يعني الوالدين كيضمنوا لك غير الطعام والشراب والتربية والتعليم والعناية، ولكن سيدنا محمد بعثه الله تعالى لينقذنا من النار.
وحتى من زلت قدمه أو قل عمله ربنا أعطاه مقام الشفاعة يشفع للمخطئين من أمته. فثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الذي بعث فيكم في القبر وفي المحشر؟ كاين أربعة الأسئلة حتى هي سهلة، ولكنها سهلة على من سهل الله عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي الأسئلة الأربعة؟ لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أربعة دي الأسئلة. الأول الشباب فيما أبلاه، الشباب كيكون فيه الابتلاءات، المراهقة والحب ديال المغامرات واقتناء الشهوة، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. طال الله العمر 40 عام 50 عام 60 عام 70 عام 80 عام 90 عام، كل واحد عطى الله واحد شريط طويل من العمر، في مدى أفنيته؟ وعن ماله، المال عصب الحياة، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ منين حصلت عليه؟ واش طريق المشروع؟ واش من عرق جبينك؟ واش من تعب يدك؟ ولا حصلت عليه بطرق أخرى ملتوية بالحذاقة والمكر والخداع؟ وأين أنفقته؟ واش أنفقته في الحلال في الطيبات، أم أنفقته في الملاهي وفي الخمر والميسر والظلم والاستبداد والعياذ بالله؟ ثم عن العلم، عن علمك ماذا عملت به؟ ربي أمرك بطلب العلم، أطلب العلم. هذا العلم اللي قريتي واش انتفعتي به أنت أولا وانفعتي به الآخرين، أم أنه لم ينفعك؟ يعني كما قال الله تعالى عن قومين، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني لم ينتفع بعلمه. هذه أربعة الأسئلة زائد ثلاثة سبعة الأسئلة في المجموع اللي وفق الله تعالى راه غادي يجاوب عليها بكل بساطة. لكن هناك الإعفاء، هناك الإعفاء. فالناس اللي في الدار الأخيرة في المحشر كاين الإعفاء اللي هو من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا عنده إعفاء، لا يسأل، دوز إلى الجنة مباشرة، كل من كان في هذه الصفة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ينادي مناد: أين الكاظمين الغيظ؟ أين العافين عن الناس؟ فتقوم قلة قليلة يقول: أنتم ادخلوا الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، يدخلونها. ثم ينادي: أين الصابرون عند البلاء؟ ملي كيعطيهم الله واحد البلاء ما كيبقاوش يشكيو، ربي دار لنا كذا ولماذا دار لنا كذا ودعوناه ولم يستجب لنا، هذا ما يستفد والو، هذا عنده المصيبة وضعت له الهدية. لكن الصابر عند البلاء ينادي عليهم: أين الصابرون عند البلاء؟ يقول: ها نحن دا، قلوا ادخلوها بسلام. ثم ينادى عن الكرماء اللي كان فيهم الكرم، أهل الإحسان، كيكرم وكيجود وكيعطي ولا يمن وكيفرح الناس، كيقول لك ادخلوها بسلام، أنت من أهل الفرحة. ثم الشهداء وغيرهم. فبنتي لالا حنان، الوالد ديالك بشرى له أنه مات يوم الجمعة، هذا عنده الإعفاء من السؤال في القبر، لا يسأل في قبره. اللي كيوقع لي في القبر وهو أنه مباشرة لما يوضع في قبره يسمع قرع نعال أصحابه، دوك اللي جابوه في النعش وحطوه في القبر وحطوا عليه التراب، كيشوفهم في الأول يصيح: إلى أين أنتم ذاهبون بي؟ راهما غادين به، راه غسلوه وكفنوه وهزوه فوق النعش وغادين به المقبرة، يصيح: ويحكم، إلى أين أنتم ذاهبون بي؟ أين أنتم غد؟ داري، داري فين سكنت اللي بنيتها وعمرتها وفرشتها، غنخرج منها دابا الآن. كيخرجوه من الدار ديالو، وقبل كيحيدوا منه الملابس ديالو، ولا عنده شي خاتم كيتحيد ولا عنده أي متاع كيتحيد، كيخلوه عاري حفاة عرة. ثم كيستروا بكتنة بيضاء ويخرجونه من بيته ويصيح: ويحكم، إلى أين أنتم ذاهبون بي؟ وملي كيحطوه حدا القبر كيبقى يشوف فيهم كاملين واش هادو سخوبية. ثم كيوضعوا في التراب ويحتون عليه التراب، ديك الحفنة تاع التراب وحده ورا وحده، كي كله كيتغطى بالتراب، كيقول: ويحكم، تحتون على وجه التراب، أطابت أنفسكم أن تحتوا على وجه التراب؟ كيلوحوا عليه التراب، واخا يكون سلطان، واخا يكون أمير، واخا يكون عالم، واخا يكون مهما كان، يحتى عليه التراب. ثم كيسمعوا راهما غادي راجعين، يسمعوا قرعني عليهم: ويحكم، إلى أين أنتم ذاهبون؟ تركتموني هنا لوحدي، أولادي وبناتي وأحبابي وأصهاري، كل شيء تخلى عليه، جاوا به تما وزادوا في حالهم، مشاو ياكلوا كسكسو وخلوه هو تما بوحده، شكون اللي غيونسوا
في ديك الظلمه ديال القبر وكاين الغمه ديال القبر، هنا غيظهر ليه واحد المخلوق جميل، مخلوق آية في الجمال، رائحته طيبة، كلامه حلو ومؤنس، غير الجلسة معاه تعشقها. غادي يقول لي أبشر بشرك الله بالخير، شكون أنت؟ شكون اللي جابك؟ من أنت؟ كيقول لي أنا، كيقول لي من أنت؟ إذا كان ولادي وحبابي والمقربين إلي تخلوا عليا، شكون أنت اللي سخيتي بنفسك ودخلتي معي للقبر؟ شكون؟ قال لها أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، وأنا ذاك كيفرح بالعمل الصالح ديالو. أما اللي كان الله يسترنا ويستركم عنده عمل سيء، كيبان لي مخلوق ضعيف عجوز كبير يتتاءب، كيبغى يوقف على رجليه وكيطيح. كيقول لي من أنت؟ كيقول لي أنا عملك الفاسد، لقد أضعفتني، لقد هونتني، طلب الله السلامة والعافية. ولكن علامة حسن الخاتمة من مات في الجمعة، من مات ودفن في الجمعة هنيئا له، لا يسأل في القبر، يقال له نم نومة العروس في خدرها. الوالد ديالك دابا الآن سعداته، الله يرزقنا شي موتة بحال هذه، كيقول لي نم نومة العروس في خدرها، فينام في قبره مرتاحا، ويمد له مد البصر، وكيشوف نافذة عن يمينه، كيقول لي هذا مقامك في الجنة، قريبا ستفتح لك أبواب الجنان، وكيفرح وكيلقى الله تعالى، كيقول يا ربي تعال إلينا، تعال عندنا نعطيك هديتك، ترتاح عندنا، كيرتاح عند الله تعالى. ولكن الفراق صعيب، الفراق ديال العائلة والحباب صعيب، صعيب بزاف. الوالدة الله يشافيها ويعافيها، الوالدة لا شك بأنها غدوز واحد الأيام شديدة حزنا على الفراق ديال الزوج ديالها. أي امرأة إلا بعد فقدان زوجها كتغير عند الحياة وكتغير عند النفسية. إلا كان ذاك الرجل كيحمل عليها الكل وكان كينفق عليها وكان حنون، كتقول مشاع عليا اللي كان كيحن الحيط اللي كان كيضرقني، الراجل اللي كينفق عليا فرحانة مشاع عليها، كتشعر بحزن عميق ديال الفراق. وإلا كانت شي امرأة ديما في الصراع معاه وديما في الخلافات وديما في النزاعات، كتقول يا ربي كي غندير، كون غتسامحت معاه قبل ما يمشي عندك، غيكون دابا الحساب يوم الحساب، كي غندير معاه. في جميع الحالات كتلقى المرأة كتغير، ولكن دوما ربي عز وجل قال لنا ادعوني استجب لكم. الميت اذا سولتيه اش تبغي مني؟ يقول لك غادعي معايا، انا ما تعطيني والو، انا ما خصني والو، انا غادعي معايا في القبر، طلب لي الرحمه والمغفره. كل ما طلبتي لي الرحمه والمغفره الا وفي قبره يستفتح، وكيجي كل يوم كتجي هديه من السماء، كيقول لي هذه دعوه من ابنك فلان او ابنتك فلانه او من زوجتك فلانه، ويرتقي بها درجات عليا. نسأل الله تعالى لالا حنان الله يرحم الوالد ديالك، يوسع عليه الرحمات ويسكن في تسيح الجنات، والوالدة الله يشفيها، الله يعافيها، الله يكمل لها الرجاء ويفرحها ببنيتها. راه الحياة رغم كل هذا الحزن راه مدته قصيرة، ربي أعطانا نعمة النسيان لتستمر الحياة. ويقال أن الحي أبقى من الميت، بقينا عند وليدتها وبنيتها، واحد النهار غيتزوجوا وغادي يولدوا وغتكبر الحياة وغتزيان الحياة. فالإنسان وقت الحزن راه كيحزن، ووقت الفرح راه كيفرح، وتستمر الحياة، ونحن نتعبد ربنا عز وجل في الشدة وفي الرخاء. نطلب الله تعالى، الله يرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تنزل شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على جميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا وإياهم رحمة واسعة، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واجعل قبورهم مزارا للملائكة، واجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم. اللهم اسقنا وإياهم شربة ماء من حوض النبي لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا ميتة ونحن ساجدين بين يديك. اللهم يا ربي واجعل آخر أنفاسنا من الدنيا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وشفع فينا حبيبك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين. اللهم اسقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا.
اللهم اجعلنا بجواره في جنات النعيم. قولوا معنا جميعا آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.